الحب والحرب كل شيء مباح. يمكن ما شفت على شي 20 ثانية، عملت مثل بلاك اوت. هل ستنقلب ريم على صحر فيلم موت اثنين؟ وهالسنة حنشوف وجدان مش ريم. بس بس تشيك تشيك. بالتعاون مع دانييلا رحمة أطلقت تشارلز أند كيث مجموعة جديدة، واحتفلت بالمناسبة دي بحفل مميز في ذا دبي إديشن بحضور عدد من النجوم. I'm very excited إنه عم نعمل لونش لهالكامبين هلا بموسم رمضان. الألوان اللي نقيناهم سوا مع البراند كتير حلوين، كتير بيشبهوا هيك الموسم تبع رمضان. بيشبهوكي كمان قريب للستايل. يعني صار لي زمان مش لابسة كعب، وهلا حاسة حالي كأني مش لابسة كعب قد ما إنه مريح الكعب. It's casual, chic at the same time. مريحة كتير للبراند وبحبها. ومش ممكن نشوفها وما نسألهاش عن الجزء الثاني من للموت اللي مستنيه الجمهور خلال شهر رمضان. من التيزر مبين انه الشخصية تطورت كتير ورح تتمرد على كتير شخصيات. yes. أوه. ليك انا وقت قالوا لي عن الجزء الثاني كنت شوي هيك خايفة صراحة. وقت قعدت وحكيت مع نادين قلت لها بليز وعديني انك حتعطينا شيء غير عن سنة الماضي، ما بحب كرر حالي. بس بلشت اقرأ اكتشفت دغري انه هالسنة حنشوف وجدان مش ريم. حتطلع بشخصية كاركتر وجدان، ريم نسيناها. هلا هي ريم وجدان شخص واحد يعني، بس حنشوف اكتر من وجدان، يعني حنفوت اكتر على الباك جراوند تبعها، حنعرف كيف بتتصرف، قد ايه بتغلط، القرارات اللي مش كتير منيحه اللي بتاخدها. رح تقلبي على سحر ما حتقلبي على سحر؟ بس انديانز كتير في محلات حنتفق ومحلات. لانه بالجزء الاول كنت كتير تقلبي على سحر، بس هلا بالجزء الثاني الناس متوقعين انك رح تقلبي. ايه بس يكونوا اصدقاء كتير قراب من بعض دائما بيكون في مشاكل. هن في كتير قصص ما عم يتفقوا عليها هالسنه اكيد، بس الحب اللي بيناتهم ما فيك تكسره، بس في محلات بتزعل يعني بينزلوا كتير. الحب والحرب كل شيء مباح. دوري دوري يا دوالي. واحتفل فريق العمل من أيام بانتهاء التصوير اللي الواضح أنه كان مليان بالصعوبة. كل أنواع الصعوبات بالعالم لتحت واجهتهم بالتصوير. مثل شو؟ المشاهد اللي كانوا مكتوبين كانوا كتير صعبين، اللوكيشنز اللي كنا عم نصور فيهم كتير صعبين، الأكشن سينز اللي كنا عم نصورهم كتير صعبين، في محلات أزينا حالنا كتير، أنا أزيت كتير من الممثلين وبعتذر عم بعدها. عملتي؟ يلا شو عامل؟ يعني كف من هون وكف من هون بتعرف، بس إنه. الله يعينهم. محمد قلب ما فهمت في شيء اسمه تكنيك، يعني تصفقين كيف بس يكون في تكنيك. قلت له والله ما بعرف، يعني ما بعرف كيف طلع هيك، حسيتها طلعت هيك حرام. عجد بعتذر محمد. طب نيح، بس انت ما صار لك شيء. بلا صار لي. شو صار لي؟ انا ظلموني كمان اكلتي كاف. شو صار لي؟ مغنيه كنت عم بركض على السياره بتذكر، وفتح باب السياره وخبط بسناني. يمكن ما شفت على شيء 20 ثانيه، عملت مثل بلاك اوت. ودي مش المره الوحيده اللي سلموا اسنان دانييلا. مره ثانيه سحر كان عندها فرد بايدها وانا عم بعيط وعم صرخ وعم كدشت الفرد بسناني. هلا منيح اللي بعدهم سناني موجودين لانه كانوا راحوا بالمسلسل. والظاهر ان الجزء ده كمان هيكون فيه افكتس كتير والتعابير اللي هتكون ترند. اولها شفناه بالتيزر الخاص بشخصيه دانييلا. السنة الماضية الإفيهات كتير أخدوها العالم وصار يحكوها يا صغير وأوريدي. هلأ من البرومو بلشوا العالم على تيك توك يعملوا ليبسينج على هلأ ما عارف أقلدهم أنا. بس بس تشيك تشيك. أيوة يا ولد. بتسألني كيف طلعت معي؟ كنا عم نصور وأنا ما يعني وجدان ريم ما كانت كتير بالمود إنها تعمل هالقصص أو تفوت بهالأجواء، لأنه كانت عن جد عم تواجه مشاكل كثيرة. عم في مشهد واحد هي وسحر يعني وبدها تنتقم منها بشي، عملت له لفليب ما بعرف، حاسة هيك حاسة وجدان كان لها شيء، كان لها حركة هي هيك أكثر عفوية من هي وصغيرة. عم طلعت فيه قال لي جربي يا أخي نشوف، جربته وظبطت يعني. بعرفها من زمان يمكن من ايام المدرسه. اه هي الحركه يعني انت اخترعتيها؟ لا ما اخترعتها، من ايام زمان، من ايام المدرسه كنا نضل هيك نتسابق انه نعملها، وما بعرف كيف علقت براسي وطلعت يعني. خلصنا منها. ايوه والله لألعن امك يا دنيا.